الاقل في الاقل في الاقل مباشرة من منطقة الشيحية. الاكسيون اليوم هي تقريبا يوم بدون سيارات، دونك اغلقوا منافذ الدخول للمنطقة تحديدا بالضبط الشيحية، وهي بيدها نفس التظاهرة معناها في سقف البحر وبروجي مايس، يعني بروجي مايس هذا يحكي على التنقل النشيط والذكي في بنيه فاقس على كل السنوات بشراكة بين بلدية فاقس وبلدية الشيحية، ودوما هذا تقريبا ماراثون مستعمل كل ما هو عنده علاقة بالمشي التروتينات. هي مجموعة من الورشات النوادي وجديد أطباء الغد هذايا اكتشاف مرض السكري. نحن يوم تنشيط ايش حالك انت؟ بس